لكن للمزيد ينضم إلينا من يوكوهاما زميلة دينا زهرة موفدة إكسا نيوز إلى اليابان. أهلا بك دينا وإليك الكلمة. من المفترض أن تبدأ الجلسة الافتتاحية العامة في الساعة 8 صباحا بتوقيت القاهرة، 3 بتوقيت اليابان. هذه الجلسة هي أولى الجلسات والتي سوف يترأسها بشكل مشترك رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي كون مصر رئيسا للاتحاد الإفريقي. ثم بعد ذلك سوف تتوالى الجلسات العامة، جلسة عامة أخرى في هذا اليوم، وفي اليوم الثاني والثالث غدا وبعد غد ستتوالى الجلسات العامة بالإضافة لجلسات ذات موضوعات متخصصة. فهناك جلسات سوف تتحدث عن موضوعات بعينها مثل التغير المناخي وتقليل مخاطر الكوارث، الاقتصاد الأزرق أو ما يعرف بالأمن البحري، وأيضا انخراط القطاع الخاص في الاستثمارات اليابانية بالقارة الإفريقية، على أن تنتهي كل الفعاليات يوم الجمعة بمؤتمر صحفي مشترك يعقده كل المنظمين لهذا المؤتمر. يعني في الجلسة الافتتاحية متوقع أن نشهد طبعا هذا العنوان الرئيسي للجلسة الافتتاحية هو مستقبل تيكاد والتنمية في إفريقيا بالإضافة إلى بعض الملاحظات العامة، وبالتالي سوف يكون متوقع من الحضور الحديث عما تم إنجازه في 6 نسخ سابقة من مؤتمر التيكاد، وأيضا حول مستقبل التعاون الياباني الإفريقي فيما يتعلق بالاستثمار في القارة الإفريقية. مصر سيكون لها كلمة أيضا باعتبار الرئيس السيسي يعني رئيسا مشاركا لهذه الجلسة، وسوف يتحدث عن رؤية مصر للتنمية في إفريقيا وعلاقة هذه الرؤية بالأجندة الإفريقية لعام 2063 وارتباطها بالاس دي جيز أو الأهداف التنمية المستدامة التي كانت قد أعلنت عنها الأمم المتحدة. محاور 3 سوف تنطلق وتناقشها جلسات القمة. المحور الأول متعلق بالاقتصاد. اليابان تريد تعزيز الاستثمار والتنمية في إفريقيا عن طريق البنية التحتية عالية الجودة، كما أنها تريد أيضا أن تستثمر بشكل كبير في مجال الطاقة والكهرباء. فيما يتعلق بالجزء المجتمعي فهناك تحديات ما زالت تواجهها القارة الإفريقية رغم انطلاق تيكاد من بدايته في عام 93. هذه التحديات هي الفقر، نقص الكهرباء، ضعف البنية التحتية، أيضا نقص العمالة المدربة على القطاعات الصناعية المتقدمة، وبالتالي سيكون على الاستثمارات اليابانية أن تلبي هذه الاحتياجات بالنسبة للقارة الإفريقية. هذا بالإضافة طبعا لمشكلة مثل اللاجئين والتغير المناخي ومخاطر الجريمة المنظمة. العنصر الثالث والأخير هو دعم السلام والأمن والاستقرار في القارة الإفريقية. سيكون على الجميع في هذه الدورة أيضا إعطاء كشف حساب بما تم خلال 3 سنوات الماضية من تيكاد في نسخته 6 التي انعقد بنيروبي. كانت اليابان تعهدت باستثمار مبلغ 30 مليار دولار في البنية التحتية في إفريقيا وفي مجالات مختلفة، وبالتالي سيكون على المؤتمر في هذه النسخة الإجابة حول سؤال هل تم إنفاق المبلغ بالكامل كما وعد، أين تم إنفاقه، في أي مجالات تم إنفاقه بشكل مفصل. يعني ستكون هذه أبرز الملاحظات في مؤتمر تيكاد على الأقل بالنسبة للآن لنا. أشكرك زميلة دينا زهرة موفدة إكسا نيوز إلى اليابان، شكرا جزيلا على كل تلك المعلومات والتفاصيل.